وزير التعليم بيقول لنا بعد هذا القرار، قرار اللي هو يعني غلق المدارس وتأجيل امتحانات بالنسبة لطلبة المدارس طبعا بالنسبة للجامعات، بيقول لن نلجأ للأبحاث كطريقة لتقييم بسبب إهدار البعض لقيمتها التربوية. بيقول يعني في كل الحالات في امتحانات وما فيش أبحاث، يعني ده بيأكد عليه، في كل الحالات في امتحانات وما فيش أبحاث، محدش يعتمد إن هيبقى في بحث والمامي تكتبه للولد الصغير ويدخل ينجح وما فيش الكلام ده كله، هيبقى في امتحانات. طبعا نطالب إن وقتها إن الامتحانات تبقى سهلة، إن الامتحانات تبقى حلوة، إن الامتحانات تبقى وتبقى وتبقى وتبقى، لكن ما فيش حاجة اسمها أبحاث في الفترة اللي جاية، فهيبقى في امتحانات لكن بعد أجازة نص السنة، وبعد أجازة نص السنة ممكن الامتحانات تتأجل تاني على حسب الظروف وعلى حسب الأعداد في الفترة اللي جاية. لكن فيما يتعلق كمان بوزارة التربية والتعليم خلال الساعات اللي جاية، وده يعني من مصادر موثوق منها، عدد كبير جدا من الأخبار ومن الصحف بتتكلم في هذا الأمر، هيتم غلق وغرامة وربما تصل للحبس لكل السناتر وكل المراكز التعليمية وكل الدروس الخصوصية حتى اللي في المدارس. ما فيش حاجة اسمها تجمعات، ما انت ما ينفعش تقعدني في البيت عشان انا التجمعات وعمال تقول لي التجمعات وعيالنا بتموت، وانت في الاخر بتودي ابنك درس فيه 200 و300 عيل، ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ او حتى في الجامعة في 200 و300 طالب قاعدين بياخدوا درس خصوص اصله ما عرفش المادة صعبة واصل الدكتور محتاج فلوس او المدرس، ما فيش حاجة اسمها كده. فيها هيبقى في غلق كامل وتعامل بمنتهى الصرامة مع ما يسمى بالسناتر. طبعا جامع سنتر احنا بنجمعها في مصر سناتر يعني. فالسناتر دي أو المراكز التعليمية هيتم غلقها وربما يتم حبس المسؤول عنها ويتم تجديد الغرامات، غرامات شديدة جدا 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 على المراكز التعليمية والسناتر وأي تجمعات. انت خلاص احنا اتفقنا ان احنا نقعد في البيت وما فيش امتحانات، يبقى من كله ما ينفعش ان انا مش هينفع نتجمع في الفصل في المدرسة بس عادي نتجمع في السنتر بعد الظهر، يعني الفيروس بيبقى عارف طريق المدارس ومش عارف طريق السنتر، مش ممكن. فهيبقى في أرجوكم يعني ده تحذير طبعا لكل أصحاب المراكز التعليمية والسناتر. أنا عارف إن هو بيأثر ماديا طبعا، وعارف إن وعارف حاجات كتير جدا، وعارف إن في دخل للمدرسين، وعارف وعارف كلنا متفاهمين، لكن كلنا كمان متفاهمين إن إحنا في تفشي لفيروس كورونا بشكل بشع خلال الأيام اللي إحنا بنعيشها. ده كان معانا وزارة التربية والتعليم. وزارة التعليم العالي بقى بتقول النهاردة قرارات مهمة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، هيبقى في قرارات هامة خاصة كمان بموضوع الأعلى للجامعات والكليات، هيبقى في قرارات مهمة جدا 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 خاصة بالجامعات، بس لحد دلوقتي طبعا برضو مفيش امتحانات ومفيش أي حاجة.